ورحمة الله وبركاته يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنشرح أفضل برنامج مونتاج لعام 2023 للمبتدئين، وهسيب لكم اللينك التحميل في البايو، وعشان هنشرحه بطريقة بسيطة وهنعمله على جزئين. أول حاجة هو برنامج كاب كات، هنخش عليه. أول حاجة دي واجهة التطبيق، هنتك مشروع جديد. بعد المشروع ده هنختار الفيديو اللي احنا عايزين نعدل عليه، ولا مثلا هنتك على الفيديو ده، التك التالي، وهو التايم لاين بتاع الفيديو ده اكيد. وهيظهر لك هنا نهاية، هقول لكم في اخر الفيديو ازاي ما هرش تظهر لما تقعد تحسبها كل شوية. اول حاجة ده التايم لاين، او ودي شريط الادوات. اول حاجة دي في كلمة اسمها الاطار، الاطار دي فيها تلات، اللون والخلفية والضبابية. اول حاجة هتك على اللون، اللون ده مثلا وليكن هنختار اللون الاحمر. ما فيش حاجة ظهرت لك، ازاي بقى؟ تقوم رايح مصغر فيديو صبعك كده، فيظهر لك الاطار بتاع احمر مثلا. هو دي هي دي اللون. تاني حاجة هي موجودة الخلفية، الخلفية دي مكان اللون الاحمر ده بيضيف لك خلفية، مثلا خلفية مثلا زي دي، اتضافت ورا الفيديو شكلها جميل. تالت حاجة الضبابية، دي بتضاف ورا الفيديو برضك مكان الخلفية واللون كده مش باين، عشان الخلفية اللون اسود فمش باين، فلو اي لون تاني هتبان. بس هي دي كانت اول اختيار. تاني حاجة الملصقات، الملصقات دي انت بتضيفها على الفيديو مثلا زي ايه، سبسكرايب، او يعني انزل اعمله سبسكرايب للقناة، ده اول حاجة. وفي فولو متابعة، فبيظهر لك الصوت عشان تجرب يعني سبسكرايب. هي دي الملصقات. تاني بعدها هي الضبط، اللي هي بقى تضبط الوان الفيديو، يعني هنا بقى تطبق هنا اللون بتاع الفيديو محبة وحاجة. بس هنا بقى في فلاتر جاهزة ممكن تعملها كده بسرعة، احسن ما تقعد تعمل في ضبط الحاجات دي. فانت لو عايز تتعلم بإذن الله هنزل فيديو على انت تتعلم تضبط الوان الفيديو. ودي كانت اللي هي الضبط. تالت حاجة هي الفلاتر، الفلاتر دي زي اللي احنا عاملينها دلوقتي، يجيبلك فلاتر جاهزة. انا مش عارف هما ضايفين الاختيار دي ليه، هو نفسه. فهنخرج احنا عرفنا كده دلوقتي الضبط زي الفلات. اول حاجه ابعاد الصوره، يعني انت عايز تظبط ابعاد الصوره على مزاجك، تعملها للتيك توك، تعملها للانستجرام، تعملها لليوتيوب. في اليوتيوب بس هو شورت، وفي بقى ابعاد ليك انت اهو، وابعاد 2:1، وهنا حاجات كتير. تالت حاجه عندنا اللي هي المؤثرات، دي بقى فيها مؤثرات فيديو، في مؤثرات صورة، وفي مؤثرات جسم. أول حاجة مؤثرات الفيديو، تك مثلا على أي مؤثرة دي بيعمل لك ازاي حلو. وفي مؤثرات تانية جميلة، فاخترنا المؤثر ده مثلا. وهنا مؤثرات، في مؤثرات الجسم تك عليها دي، لو في بقى جسم تقدر تحركهولك. شوف يعني مثلا زي دي، شوف تك ازاي، لو في جسم هيبقى شكلها جميل. طبعا تالت حاجة في بقى مؤثرات صور، ما بتعملش الا على الصور، هتدي التك يقول لك اظن ما تدعم الصور فقط. وبعدين هنيجي الاختيار اللي بعده، الاختيار اللي بعده اللي هو ايه بقى، الاختيار اللي بعده وهو التراكم. التراكم دي طبعا معظم الناس عارفينها، تضيف حاجة على الفيديو، تضيف حاجة جديدة على الفيديو اللي انت ضيفته. هنجيب صورة مثلا، نجيب مثلا صورة زي دي نحطها، نجيب صورة تانية، نجيب مثلا كم برنامج يعني منتج اهو، وتصغرها نحطها في الجنب كده. انت ضفت تراكم على الفيديو. اللي بعد بقى تراكم هي ايه، اضافة نص. طبعا كل الناس عارفاها اللي هي اضافة نص، تكينا على كلمة اضافة نص يظهر لك هنا ادخل الناس دي. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، عندك بقى النمط هنا ممكن تعمل يعني بتاع حواف للخط. وهنا بقى فيها توهج وإطارات، يعني حاجات تبقى جربوها. وهنا مؤثرات، بتضيف لك حاجات جميلة، تك صح مثلا. تمام كده النص بتاعنا، بعد إضافة نص هتلاقي الصوت بتاع في أصوات هنا، تك مثلا أصوات
لو سجلت بالتيك توك في اصوات انت حافظها، فانت ممكن تضيف، وهنا ضيف لك بعض الاصوات، وهنا تستخرج من فيديو، وهنا الرأي بقى اللي الناس استخدمته كتير يعني بتستخدمه في الوقت الحالي، وهنا فحص حقوق النشر. لو الفيديو اعلى من دقيقة ما ينفعش تعمل لك حقوق نشر، لو اقل من دقيقة ماشي. وهنا في مؤثرات صوتية بتضيفها لك، يعني مثلا صوت ضحك فيه، وفايت اللي هو حرب، وفي فوت تقطيع بسكينة او كده. خشوا جربوهم حلوين. وهنا تسجيل عشان لو عاوز تسجل انت، ونخرج كده بعد الصوت هتلاقي كلمة تعديل، اللي هو تعديل اعتبرك دوست على الفيديو، تعديل اعتبرك دوست على الفيديو كده. والحاجات دي هنشرحها في فيديو تاني بإذن الله. فلو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك ليصلكم، وفعلوا زر الجرس ليصلكم أحدث الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.